نحن عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى إيمان يقين، إيمان قطع، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى ودود. ودود شلون لفظة حلوة. أنا ابتليت بمشكلة في حياتي، مشكلة مدمرة. الله ما يعرف شلون يبتلي الفرد في نقطة مدمرة من حياته. كل واحد الله يبتلي بشكل. ليش يا الله؟ القضية محلولة. أنت آمنت بالله، أنت تؤمن بأن الله حكيم، أنت تؤمن بأن الله ودود، أنت تؤمن بأن الله رحيم، أنت تؤمن بأنه ما قدر الله للمؤمن شيئا إلا هو خير له. قطعا هذا فيها مصلحتي، حلة المشكلة. نعم، إذا واحد إيمان ما عنده يجب أن يعود إلى الجذور. إذا واحد شاف عنده شك يجب أن يعود إلى إيمانه وإلى هذه الجذور.